الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي إن العراق يتجه نحو تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي بين الدول العربية لعام 2022 بواقع 9.3%. وبحسب تقرير الصندوق فإنه يقدر متوسط سعر برميل النفط عند 98 دولارا هذا العام، لينخفض إلى 85 دولارا في العام المقبل 2023. وعلى هذا فإن العراق يأتي بصدارات الدول العربية نموا، يأتي ذلك في وقت يعاني فيه العراق من تردي الخدمات وتهالك البنى التحتية وانتشار الفقر والبطالة بسبب الفساد المالي الذي يسخر أموال الدولة لخدمة الأحزاب الفاسدة. أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية أن العراق لديه وفرة مالية جيدة قياساً مع الدول الأخرى، إلا أن الفساد المستشري في الدولة يمنع الشعب من التمتع بخيرات البلاد. وقال عضو اللجنة حسين سعبري إن العراق يمتلك وفرة مالية تصل إلى أكثر من 86 مليار دولار ولا يحتاج إلى مساعدات، مشيرا إلى أن العراق يفتقد لحكومة قوية، لو كانت موجودة لكانت هناك طفرة في اقتصاده. تصدر العراق بلدان المنطقة في استيراد السلع والبضائع الإيرانية بقيمة مالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي. وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية أن العراق تصدر قائمة المستوردين للبضائع الإيرانية بتوريد 9,866,000 طن بقيمة 3,382,000,000 دولار، تالته كل من الإمارات وتركيا وأفغانستان وباكستان. توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد العام المقبل ركودا اقتصاديا سيشعر به ملايين الأشخاص حول العالم، فيما أشار إلى أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر العام الحالي. هذا وخفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7%، مقابل توقعات سابقة في شهر تموز الماضي بنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 بنسبة 2.9%. وأوضح التقرير أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي، في حين أن اقتصادات الدول الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين ستستمر بالتباطؤ. تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي مع تخوف المستثمرين من تضرر الطلب على الوقود بسبب تزايد مخاطر الركود العالمي وتشديد القيود على كورونا في الصين. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا لتصل إلى 93.86 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 دولارا و82 سنتا للبرميل بانخفاض بنسبة 53 سنتا. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 محذرا من زيادة مخاطر حدوث ركود عالمي، لكنه حث البنوك المركزية أيضا على مواصلة معركتها ضد التضخم حتى مع قلق المستثمرين من أن صناع السياسة قد يتسببون في حدوث انكماش اقتصادي حاد من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بسرعة كبيرة ومرتفعة للغاية. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز، إلى اللقاء.